هناك ربي 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 ربي. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كما سبق وقلتي ان النتائج اللي حققنا في الدورات الاخيره يعني غير مرضيه. احنا واعيين بهذا الامر، حتى احنا ما غير راضين على انفسنا كطاقم تقني وكلاعبين، وواعيين بالمسؤوليه. وكان كان كان اللي كنبغي نقول للجمهور ديال الشباب، وانا كنشكرو بعدا على الدعم ديالو على الاهتمام ديالو بالفريق ديالو. من حقهم انهم يتقلقوا علينا، حتى حنا مقلقين على نفوسنا، ولكن القلق بوحدو ما كيكفيش. اللي خص الانسان يعتمد عليه هو العمل، والعمل ثم العمل والجديه. احنا ان شاء الله واعيين كما قلنا بالمسؤوليه، اللاعبين حاسين بالمسؤوليه. كتعرف ملي كتكون نتائج غير مرضيه كيكثر القيل والقال وهذا، ولكن انا يعني عطفا على المقابله الاخيره ديال فريق ديال التونات، كنظن ان اللاعبين خاصه في الشوط الثاني قدموا مستوى يعني ومردود طيب. يعني شخصيا راضي على اللاعبين، وكنتمنى اننا يعني نعاودوا نرجعوا للسكه الصحيحه ديالنا ونحققوا انتصارات. ما كاينش مقابله سهله ومقابله صعبه، جميع المقابلات كنظن انها صعبه، خاصه في هذا الموسم اللي غيعرف النزول ديال العديد من الفرق. وكنظن اننا حنا لازم نكونوا عندنا ثقه في نفوسنا، في اللاعبين ديالنا، في الجمهور ديالنا، في المسيرين. تكون عندنا الثقه في الامكانيات ديالنا، ونخدموا على اساس اننا نغيروا الوضع، لانه كنا غاديين من حسن الاحسن. كنظن ان هذه فتره فراغ وسحابه عابره، ان شاء الله غادي نتجاوزوها يعني بنتائج ايجابيه في اقرب الاجل ان شاء الله. كنبغي نقول بعدا الاول حاجه، كنبغي نقول لجماهير شباب محمديه كنعتذروا لهم بزاف على هذه النتائج هذه، وكنقولوا لهم ان شاء الله غادي يكون الخير من القدام، وامتوا نتقاتلوا ان شاء الله من هذه الماتشات هذه. كنوعدوا جماهير شباب محمديه ان شاء الله بعد الروح القتاليه من الماتش الجاي ان شاء الله، وكنشكرهم بزاف على كيساندونا داخل الميدان وخارج الميدان، كنعتذروا لهم بزاف. الحمد لله اللعابه بيناتنا بحال خوت بحال خوتو، وهاد الصباحات كنتمنى ما يبقاوش يقولوا هاد الهضره هادي وهادي. حنا اللعابه راه بحال خوتو، اللي بغى يتاكد يجي يشوفنا في التيران، واللي يجي يشوفنا في فيسيار وهادي. اولا الحمد لله على مطار اللي كرمنا به الله سبحانه وتعالى. ثانيا كنبغي نشكر جاوية بريس على المواكبه ديالها دائما، ماشي على وقت الفرح ولكن حتى في الاوقات الصعبه اللي بحال هذه اللي كيمر منها الفريق. هي مرحله فراغ، كنتمنوا انها تكون النهايه ديالها هي يوم السبت الماضي بالتعادل اللي تعادل الفريق هنا داخل الميدان امام اتحاد التونات. كما كتلاحظوا الاجواء جيده، علاقات طيبه بين اللاعبين بينهم وبين المدرب، ما بين الفريق والمكتب المسؤول على تدبير الشؤون ديالو. طبعا كان لازم علينا في هذه المرحله باش ننجحوا ان نفوتوا، ان كل واحد يقوم بالدور ديالو، المدرب كيقوم بالدور ديالو، اللاعبين كذلك بركوا وذكروا بيناتهم وعرفوا ان مرحله الفراغ لازم توقف وما تدومش. الجمهور كذلك مشكور عبر المواقع الاجتماعيه، الدخل وعطى الملاحظات ديالو وانتقادات كذلك اللي محترمه، اراء محترمه. المكتب توا قام بالدور ديالو. كنتمنوا ان الانطلاقه ان شاء الله والرجوع للنتائج الجيده تكون من نهايه هذا الاسبوع امام فريق ماشي سهل، فريق نجم البيضاوي اللي يعتبر من الفرق الكبيره، يعني اللي يجب ان يحسب لها الف حساب. ولكن عندنا كامل الثقه في اللاعبين ديالنا وفي المدرب. اللاعبين كما كتلاحظوا
احنا عايشين معهم يوميا، لا في التدريب لا في المباريات الرسميه، فلاعبين كيعطيو كل المجهود اللي عندهم، لاعبين من احسن اللاعبين اللي كاينين في بطوله الهوات، لا على مستوى السلوك ديالهم كاخلاق، لا على مستوى العطاء ديالهم والمؤهلات ديالهم للتقنيه للبدنيه. انا ادعو الجمهور الكريم اللي عنده غيره كبيره على الفريق انه يدعم هاد الشبان، يدعم هاد اللاعبين، لان احنا في واحد المرحله صعبه، ندعموهم ونوقفوا معهم تيتجاوزوها بنجاح. وكنوعد الجمهور الكريم ان غيكون على الخير ان شاء الله مع شباب محمد. شكرا.